اتكلمتي على اول مره بقى ايه تمثلي بجد ده في فرش وغطا. الفيلم اللي فتحك في الموضوع آسر جه قال لي مامي عايزين حد يبقى، انا قلت له والنبي آسر لو في دور لام او بتاع عايزه اطلع المواهب المكنونه عندي. المهم قال لي طب في دور ام علي احمد عبد الله عايز حضرتك فيه يعني. فقلت له خلاص اوكي. قعدوا يصوروا ان انا حد يقول لي تعالي صوري، مفيش. حصل مشاكل في الانتاج وفي الاخراج وبتاع. المهم توقف الفيلم. انا كنت اياميها عايشين في ابو ظبي، رحت لما حاجتي ومروحه خلاص، رحت على ابو ظبي تاني. يا دوب فردت حاجتي الادويه بتاعتي على الكومود وحطيت حاجتي في الدولاب وبتاع، ولقيت اسيب بيكلم مامي عايزين حضرتك انزلي فورا عشان هنبتدي تصوير تاني. قلت له لا شوفوا حد تاني، ما ينفعش يا من عند انا لسه واصله. المهم قلت له شوف حد تاني وخلاص. نزلت بعديها بعدي في اجازه، فلسه الفيلم لسه برده كان متوقف، ابتدوا التصوير. فقال لي في دور تاني لحضرتك احمد عبد الله، اختار حضرتك ليه يعني. يعني ايه انت؟ انا بكره عندي عزومه، يعني مش تشوفوني فاضيه امتى وبعدين تقولي تيجي تصور؟ سوبر ستار. سوبر ستار. المهم فرحت اصور، كان هو ده الميكروباص. ايوه. طبعا انا مش نايمه كفايه يوميها لان كان كل شويه. ايوه عرفت تفصلي ما انه يعني اول مره وآسر جنبك، عرفت تفصلي ما بين ان هو ابنك او تمثيل؟ طبطبت عليه 200 مره، ما هو ابني حبيبتي. بقى حبيبي. محترفه. يعني كل شويه يعني بشكره هو من غير كلام على فكره. لا اراديا بتطبطبي عليه. ماما يعني انا ما اعرفوش المفروض يعيدوا التصوير تاني. هو عاد اربع مرات احمد، بس في الحقيقه يعني قال لي ده اعجاز اللي احنا عملناه، انجاز يعني ان احنا عملنا اربع شوطات بس. يعني المفروض انت ما تعرفيش آسر في الميكروباص. المفروض هو انا ست كبيره طالعه بشنط بلاستيك وحاطين فيها زلط ولا ايه انا مش عارفه وايه طالعين بيها الميكروباص. وطلعت على هو اخد مني حبيبي الشنطتين وقعدني جنبه على الكنبه الاخرانيه. خلصنا القصه دهيت ونازلين بقى خلاص من الميكروباص، وانا شلت الشنطتين تاني وماشيه بقى متقمصه وعامله كده وتانيه ظهري وبتاع، وعماله امشي 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 وان حد يقول لي ستوب مفيش. فين وفين؟ عارفه القصر بتاع محمد علي اللي في المانيا؟ شوفي الشارع الطويل قوي ده. تقريبا انا وصلت للاخر خالص، لقيت واحد بيقول لي طنط على فين؟ قلت له عملت له كده عبد الله ما قالش ستوب يا ابني. قال لي نصحه. قال لي ستوب ايه يا طنط؟ الكاميرا مع آسر من ساعه ما حضرتك نزلتي من ما نزلته من الميكروباص. رحت راميه الشنطتين في الارض ومتقلينهم، بقول لك حاطين طوب ولا ايه؟ بطاقتك ونزلنا. لف يا اسطى وارجع، في عزة جوهر مش هينفع. لف رحلتك برضو شبيهة برحلة ناس كتيرة أفاضل في بلدنا. التدبيق، القرش على القرش. الطبقه المتوسطه يعني مسكنها ومظهرها لازم يكون لائق أكيد جدا. الحمد لله. انما الحياه مش اسهل حاجه. المطبخ له حكايه. التلفزيون حكاية. الابيض واسود له حكايه. انما ايه كلها حكايات بتاخد زمن وقت وتدبير. انما في الاخر بقى تقولك ايه وجبنا طقم الانتريه والبيت اتحول لجنه يعني. يعني مش فاكره كل اللقطات اللي كان فيها صعوبة، انما فاكرة ان هو شقتكم بقت جنة. هو ده حقيقي. هو والله الحمد لله الحمد لله. وبحاجات بسيطة. انا احب الزرع جدا، زرع طبيعي، زرعتين ثلاثة
مع أبجورتين ثلاثة مع حاجات سيمبل قوي قوي قوي. جد انتوا من جيل اتعلمتوا حرف كتيرة او أيوة. مهارات كتيرة. شفت الصور الحاجات الكروشيه اللي بتعمليها اللي تفصلوا اتعلمتي نحت يعني او ديكوباج كمان يعني يعني ده انت كاتبه دي او شيء صغير او رفيع بتقول بلا فخر دي صناعه ايديا وده برضو البوردر اللي تحت في المفرش ده شغل ايديا يعني الحمد لله. من الصوره باين كانها جاهزه يعني من الحاجات المتقنه الحمد لله. حكيتي عن ازمه صحيه ازمات بس اللي استلفتتني هي لما الروماتويد تملك من السيده منى او من نوني وفي لحظه لقيت نفسها مش قادره تحرك اي جزء في جسمها وطريحه الفراش ولا قادره تخدم نفسها ولا اولادها ولا اي حاجه هم اللي كانوا بيخدموني دي من اصعب الفترات في حياتي اول اصعب حاجه كنت مشلوله تماما ما بقدرش احرك كل ايديا كل مفاصلي واقفه تماما ايديا رجليا مفيش حاجه بتتحرك فيا الا صابع رجلي الكبير بس وانت في سن صغير واولادك صغيرين كانوا صغيرين حبايبي كان اسر في اعدادي واسلام برضو كان في تانية اعدادي مثلا واسلام كان في سته ابتدائي جبنا واحده الحمد لله دي كانت بتشيلني كمان ساعات يعني بتشيلني تحطيني في حته يعني واسر واسلام كانوا اول ما يرجعوا حبايبي من المدرسه هم اللي بيتولوا بقى ما بيخلوش البنت هي اللي تدي لي الاكل انت طبختي ايه يا فلانه النهارده انا عملت كذا وكذا وهم اللي يغرفوا لي الاكل حبايبي ويجيبوا لي على صينيه وهم اللي ياكلوني لان ما بقدرش ارفع ايدي كده عشان اكل وما اقدرش ارفع ايدي اسرح نفسي فهم اللي كانوا بيعملوا الحاجات دي كلها الحمد لله وانت في حاله الاحباط في حاجه فوقتك قاعده بتفرج على التلفزيون وشفت مذيع انا ما اعرفش عايش ولا لا وما اعرفش اسمه هو كان البرنامج اسمه فرسان الاراده المذيع ده قاعد على التلفزيون المصري التلفزيون المصري قاعد على كرسي متحرك ومفيش ايده حتى التانيه كده وماسك المايك بصابعين هنا المايك كده حطه كده اهوت وقدامه ضيف هو بيقدم وعمال يعني بيتكلم بيدي طاقه ايجابيه غير عاديه للي زيي ساعتها حقيقي والله فعلا يعني انا كنت فاقده الامل تماما حقيقي يعني فاقده الامل ان انا هقدر امشي تاني زي الناس هقدر اخدم ولادي تاني هقدر اوصلهم النادي تاني كانش فيه خالص اي حاجه من دي هقدر اشتغل كروشيه تاني دي كانت مأساة عندي ان انا مش هعرف اشتغل كروشيه ولا هعرف افصل حاجه فلما شفته ادتني بوش غير عاديه